تجمعين في تونس الكل، في جميع مناطق الجمهورية. انا جلي فوا ان بو بارتو، ما قاعدين في بلايصهم وين ما هما، ما عندهم من مشي. تجمعين مع التجمعين بالحزب تاع السبسي الجديد نداء تونس. مازالوا موجودين في الادارات التونسيه، سا سي سور. برشا واحدين زاده مازالوا في المجتمع، معناتها مازالوا من التجمع، مازالت عندهم نسبخي نتاع التجمع زاده. والله موجودين في كل بلاصه، في الادارات، في الوزارات، في كل بقعه. الناس تقول مازال هم مشى راس الحرب بقاو هم. اللي قلت لك مع السبسي، اللي قلت لك مع السبسي، هي كي هاو واش تحب. توا معناها وليت هذا تجمعي، هذا مش تجمعي، الناس كلها اللي يديهم نظاف بالعكس ماشيين حسب ما راهم انا في البلاد ماشيين ياخذوا حتى في مراتب عليا، يدهم نظيفه. بينما جماعه التجمع اللي يديهم مسخ قاعدين يظهر. التجمع عيون اللي نعرفهم انا قبل اشتروا مشاو للناس. كما فما كما نقولوا في حومتي ما نسميش انا، عندنا حزب النهضه الاكثريه نتاعهم التجمع عيون تاع بن علي قبل. تونس كل تجمع شكون من التجمع؟ فماش تجمع. تونس كل كان التجمع توا اللي تقلبت نهضه. هذوما الناس ماهيش باش تفهم يعني بالكلام، وماهيش باش تفهم بالمعنى، وماهيش باش تفهم بتوقيفهم على الخدمه. هذوما الناس يفهموا يا بالحبس مؤبد يا بالقتل. هما افراد من افراد المجتمع التونسي، فيهم من ظلم ويثبت ظلمه المحاكمه السليمه، واللي تبينت براعته فهو مواطن ككل المواطنين، له حقوق وهو. Franchement, moi, je ne sais pas, mais نسمع باللي ديما معناها المجمعين هذوما هم اللي قاعدين يعملوا في المشاكل، قاعدين معناها يحبوا يعملوا معناها حكومة وحدهم. باش تنجح الانتفاضة في تونس، لازم شوية اغتيالات تصير لهذوما النبارة اللي قاعدين ينبروا على العباد، واللي قاعدين واللي ما حبوش يفهموا الواحة، ما حبوش يعني بلغتنا نحن التوانسة يسترجلوا، فهمتني؟ نجموا نقاوهم في الإدارات، نجموا نقاوهم في الأحزاب. نجموا نقاوهم معناتها حتى في الاعلام معناتها وكذا، معناتها القطاعات الكل هما متمكنين من المفاصل، القطاعات ومفاصل حتى الدوله معناتها. ديجا هما في وسطنا يعني قاعدين يعيشوا معنا، فماش واحد قبل ما معناها ما 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 ما, ما عيطلوش تجمع باش يصفقوا وما صفقش معناها. فيهم من هو دخل التجمع معناها رغبة في اتقاء الشرور، ومنهم من ساهم في الفساد، في إدخال الناس إلى السجون، في أكل أموال الشعب بالباطل. هذا ناس لا نستطيع أن نبرئهم أو نخطئهم، إنما يحالوا على القضاء ليأخذوا جزاء من ظلم.